ولنقاش الاشتباكات التي وقعت بين قوات البشمركة وعناصر حزب العمال الكردستاني PKK في محافظة دهوك، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث العراقي الأستاذ حسين السبعوي. أهلا بكم أستاذ حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. كيف يمكن قراءة الأحداث الأخيرة وهذه الاشتباكات في دهوك؟ يعني حقيقة هو أغرب ما فيها ما هي شرعية وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. هذا الأمر هو غريب جدا، لا هو جزء من قوات تحالف، لا هو يمثل دولة، هو منظمة إرهابية يعني مصنفة إرهابيا، تعادي لها عمليات أمنية ضد دول الجوار. فبالتالي ما هي شرع، يعني أهم شيء ما هي شرعية وجود هذه القوات. هذه القوات وجدت في فترة فراغ أمني حدث في العراق، عندما انسحبت قوات الجيش البشمركة استغلت هذا الفراغ وتواجدت هنا. الغريب أنه الحكومة المركزية لحد هذه اللحظة، وحتى كانت بعض جهات من كردستان ساكتة على هذا التواجد، ولم أسمع أي مبرر لتواجد هؤلاء سوى أنهم شاركوا في الحرب على داعش وكأنهم هم قوات عراقية أو كأنهم هم جزء من التحالف. الحقيقة أن وجود هؤلاء هو حالة مرفوضة جملة وتفصيلة، ولا يوجد أي مبرر لتواجد منظمة البيكك على الأراضي العراقية. هذا أهم شيء، فيجب إخراجهم سواء من قوات البيسمركة أم من أي قوة أمنية عراقية أخرى. في هذا السياق أستاذ حسين، وفي ظل تصاعد نفوذ ميليشيا مسلحي PKK، ما النتائج والانعكاسات المترتبة عن تصاعد هذا النفوذ على الوضع الأمني في العراق عموما وليس فقط في كردستان؟ يعني أولا هو هذا انتهاك واضح للسيادة العراقية، التصور أنها منظمة إرهابية من غير دولة تتواجد وتدير حتى قضاء زاخو وناحية الشمال، يعني هي تقريبا إدارة شبه يعني كاملة لها السطوة في هذا المكان. أعتقد على إقليم كردستان أن يخرج هؤلاء ويستعيد هذه المناطق، وإن يعجز عن ذلك يعني يستغيث أو يستنجد بالقوات الفدرالية العراقية، وإلا الأمور ذاهبة من سيء إلى أسوأ، خصوصا أن هذه المنظمة هي مدعومة من إيران. وهذا الغريب جدا أن إيران يعني تجدها تدعم أي منظمة إرهابية في وقت أنه العالم ساكت عن هذا الدعم، يغض الطرف عن هؤلاء. لم نجد تصريحات حقيقية للحكومة المركزية ضد هؤلاء، بينما العكس نجد تصريحات الحكومة المركزية ضد إقليم كردستان أكثر من تصريحاتها ضد منظمة البيكك. هذا يعني أن العراق يعني بدأ شيئا فشيئا يفقد مفهوم الدولة ويفقد ومؤسساته تفقد السيطرة على الحدود العراقية وعلى الأراضي العراقية. وفقا لمصادر أمنية فإن هذه الاشتباكات أسفرت عن سقوط 3 قتلى من قوات البشمركة. تحدثت أيضا الحكومة في كردستان العراق عن هذا الحادث واعتبرته تجاوزا للخطوط الحمر. ما طبيعة الرد المتوقع من قبل حكومة كردستان العراق على هذا الاشتباك الأخير؟ يعني أولا الخطوط الحمر هو وجودهم قبل الاشتباك، يعني هذا ما يجب أن يصحح، هذا أولا. ثانيا لا يمكن القبول ببقاء هؤلاء على الأراضي العراقية، يحتاج إلى قرار وطني مستقل بعيد عن الاستقطابات السياسية وبعيد عن التدخل الخارجي لإخراج هؤلاء، وإلا سيكون الإقليم يعني سيدخل الإقليم في وضع لا يحسد عليه، لأنه نحن نعتقد أن تواجد هؤلاء هو يسبب مشكلتين للإقليم إضافة للمشكلة الداخلية. المشكلة الأولى الداخلية هو كما حصل يعني اليوم وأمس من هذه الاشتباكات. النقطة الثانية، الإقليم على حدود مع تركيا وهذا يجعل الإقليم في وضع حرج. النقطة الأخيرة أنه الإيران عندما أوجدت هذه المنظمة وألزمت الحكومة العراقية بدعمها أنها تريد أن تكون لها التأثير على قرار إقليم كردستان إذا ما أراد أن يعني يخرج على الطوق الإيراني في الإقليم، فهي ورقة ضغط على الكراد في العراق وبنفس الوقت على تركيا الدولة الجارة. إلى أي مدى يعد تصاعد نفوذ حزب العمال الكردستاني نتاجا لاتفاق سنجار الذي خلف وضعا أمنيا هشا ما سمح لهذه الميليشيا بتكثيف نفوذها وتوسيعه؟
يا سيدتي اي اتفاق مع منظمه ارهابيه هو باطل، كيف يتفقون مع هؤلاء؟ يعني واصل اتفاق مرفوض، كيف يتفق هؤلاء مع هذه المنظمات على الاراضي العراقيه؟ على ماذا استندوا؟ على اي نص قانوني ودستوري؟ ما هي المصلحه العراقيه وما هي المصلحه الوطنيه في اتفاق مع منظمه ارهابيه تعيش على الاراضي العراقيه؟ الاتفاق التركي العراقي كان ايواء هؤلاء منزوعي السلاح في مخيمات كلاجئين وليس كيحملون سلاح ضد الدول الجوار او يستهدفون المواطنين سواء كانوا اكراد ام عرب ام ايزيديين. يعني كل الاتفاقات معهم تعتبر باطله، الاتفاق مع الارهابيين لا يمكن ان احد يتفق معهم. لهذا السبب هذا الاتفاق يعني اعطاهم شرعيه، اعطى لهؤلاء الشرعيه. ولا ننسى ايضا هناك دعم دوري لهذه المنظمه وجدنا امثاله في سوريا وفي جنوب تركيا وفي شمال العراق، وهؤلاء حقيقه يعني هم مصدر قلق في اينما يكونوا. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث العراقي استاذ حسين سبعاوي، حدثنا عبر الهاتف من مدينه اسطنبول تركيا.